من هلأ ورايح أنت المسؤولة عن هالعسكري يا روشان، بدك تنتبه عليه كتير، حتى لو اجته جلطة أنت رح تكوني المسؤولة. هدي حالك شوي خالي، لا تعذبي حالك هيك. طلعي هلأ ولا بعدين رح يرجع، صدقيني. إمتى رح ترجعوا يا سيدي؟ أنا بدي إياهم يفكروا إنه رحنا. نحن منطلع برا ومنترك عملاء، والصبح مندخل لهون بشكل مفاجئ ومنرجع مندور من جديد. اسمعني منيح، على مغارة، عم تفهم علي؟ بس إذا شافون العساكر رح نتبهدل. ما فيكي ترفضي أي شيء بتقلك عليه المنظمة. أنت بنت كردية، نحن وأهلك بنفس القضية. من كم سنة صلهم بيظلمونا العساكر نحن وأهلنا؟ قولي. أنا مشغولة بحالي وبس. طيب عرفتي شي مين اللي خطفه؟ يعني عن جد هن الإرهابيين؟ والله ما بعرف. طيب سمعتوا شي وين أخدوه؟ أنت ليش إجيتي لهون يا ليلى؟ إجيت لأحكي مع أمه للمخطوف يا خالتي. يا بنتي هي ما فيها تشوف حدا بالمرة. المنظمة بعتت لها خبر عن ابنها. ماشي، تعي معي لك. انتي بأي وش بتجي لهون؟ اهدي حبيبتي شوي، اسمعي شو بدها تقلك. بعتوا لك خبر عن ابنك. ابني صار له شيء؟ قليلي انتبهوا عليهم منيح وخليكم حذرين من الكل. فتشون منيح، فاهميني ليش عم تبكي؟ يعني هلأ إذا طلعت على التلفزيون وحكيت يلي مكتوب بالورقة رح يرجعوا لي ابني، ما هيك؟ ايه خالتي، أنا هيك قالوا لي. طيب بقرأ شو بدهم مني رح أعمل؟ ما بدي غير يتركوا لي ابني. قولي لجماعة التلفزيون يدخلوا لعندي. يلا يلا. نحن رح نموت كلنا يا سيدي الضابط. لا يا خالتي، هدي لي حالك. نحن منعرف انه ما لكم ذنب، انتو ما دخلكم. هالخاتم هاد للعسكري تبعي يا قليل الشرف. لا تخاف يا ابني، يا ابني الشكر لرب العالمين، الحمد لله. الله يحميكم يا سيدي وسلمكم، الله يحميكم يا رب. محمد يا بطل عم تسمعني؟ يا محمد يا بطل عم تسمعني شي؟ محمد نحن ما رح نتركك ابدا، لا تخاف من شي وخليك بطل. لو قلبنا الدنيا من شانك ما رح نتركك بلا ما نرجعك سالم. يا ضابط ليكو العسكري عندي عم يبكي جنبي مثل النسوان. قل له لمعلمك هلا بس يجي رح طير لك راسك من محله دغري. سيد الضابط ما تخافوا علي. ما بيسترجوا يقتلوني لأنه بدهم يطلعوني على التلفزيون. والله لقيت لك بإيدي، والله لقيت لك. تعوا إذا فيكن تنقذوا، عم بنتظركن. يلا لما بقطع لك لسانك يا تافه رح نشوف كيف رح تحكي بقى يا عديمة الأخلاق. بدهم يقتلوا لمحمد يا سيدي. لا تاكل همشي، رح نجيبه لمحمد. اسمع انا صقر واحد. عم بسمعك سيدي. خذوا امه لمحمد حطوها تحت حماية الجيش،
راح يحاولوا يستخدموها الطعم لمحمد. اجوا تبعات التلفزيون يا اختي. مرحبا خالي، الحمد لله على سلامتك. فهمينا من البداية شو صار مع ابنك، شلون خطفوه ومين اللي خطفوه؟ خطفوا المسلحين. لا تسألني شيء، أنا رح أحكي. شو خالتي عم تصورني؟ ايه عم نصور. يلا هاد بعتو مشان اقراه، وبس اقراه رح يتركو لمحمد ورح يبعتو لي اياه. إذا قريته لهاد رح كون أكلت حق كتير من الشهداء، مثل الضابط الشهيد حسان باشا وكل الشهداء يلي غدرت فيهم رصاصات الغدر، وللشهيد القائد سعيد. هدول الشهداء أنا بخجل من ولادهم، تركوا ولادهم وراحوا بعيد، أنا بخجل من حالي بستحي قدام كل الشهداء اللي تحدوا العدو بقلبهم وروحهم ودافعوا عن هالوطن وراحوا في ده الشعب وصاروا ذكرى وماتوا كرمالنا. بخجل من حالي وبخجل من ابني كتير. لما بعدت لابني محمد عالجبهة بعرف انه يمكن بشي ليلة يمكن يكون شهيد هالوطن الغالي. انا ام وقلبي عم بيتقطع عليه، بس لما بيكون ابني مانو راضي عن هالشي انا ما فيني اعمل هيك، أنا بخجل. حتى لو ما عرف، حتى لو صار شو ما صار، خلي يكون فداء لهالوطن، فداء الوطن، وخلي هالوطن يعلى فيه. أنا ما بقى أبكي يا أخي، ما رح أبكي، خلصت بكي. وقف منيح، لا تحرك. لأنه هالأهبل رح يطلع على التلفزيون، حطيتونا كلياتنا بهالموقف وكنا متنا. ايه العمى شو بتلعي؟ نلعي. يا مقاتلة، وين القائد؟ مو جاي؟ بلا جاي. وين العسكري تبعكم؟ ليكو جوا عم بباويلو وشو. يلا شباب بدنا نصور. العسكري صار جاهز. محمد فكوا الحبل عنه. خليكم حذرين يا شباب، احفظ هدول ولك غبي، لأنك رح تقولن للبنت ونحن عم نصور، فهمت؟ لا توجعنا راسنا، بدك تقولن ما في مجال. أنا ما رح أحكي شيء، موتوني وخلصنا.
حبيبتي وينك؟ جنيت عليكي. انت بدك تموتي لي قلبي يعني؟ بعيد الشر عن قلبك حبيبي. اطلع هون، اذا بتقول الحكي المكتوب رح نتركك فورا. يلا مشان مصلحتك. لا تعاند يا عسكري. يلا يا عسكري يلا، اذا خلصتوا مشان نطلع بسرعه. ما عم يرضى يحكي شيء، بدنا اياه يقرا اللي بالورقه. اسمعني يا عسكري، لا تصعب الأمور. هاي الجبال الواسعة كلها ملكنا، وأمك بشي يوم رح ترجع عبيتها. مين بيعطيك ضمان إنه بهاليوم ما رح ننطرها لأمك ونخلص عليها؟ ساوي اللي بالدنيا وخلي الكل مبسوط منك. بقل قليل يا عسكري، بس خلصوا هالتصوير رح أخذ روحك. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. بالنسبة للعسكري محمد الذي تم خطفه من قبل الإرهابيين، وردتنا أخبار جديدة عن والدة العسكري من خلال لقاء لها على التلفاز. هاد بعتوه مشان أقرأ، وبس أقرأ رح يتركوه لمحمد ورح يبعتوه لي. إذا قريته لهاد رح كون أكلت حق كتير من الشهداء، مثل الضابط الشهيد حسان باشا. رح كون خجلانة، رح أخجل من حالي، ورح أخجل من ابني محمد كمان. أنا ما فيني كون آلي لهدول الناس. أخي لقلبك يا أمي. هذا قدرك، ما رح أبكي بقى. ابني أنا ما بخون هذا الوطن، ما فيني خونه، ما بقدر. مشان ذكرى الشهيد عثمان هي الشهادة رفعت لنا راسنا. أنا كمان أخت شهيد، وابني كمان خليه يكون شهيد وخلي راسنا مرفوع. أنا ما رح أبكي بقى، أنا ما رح أبكي أبدا. هذا وعد مني. الله يخلي لي إياكي. أمك بدها إياك تموت، عاجبك هالشي؟ خدوه من وشي، طلعوه. عزت أنت خليك عندي، عود بدنا نحكي. ما استفدنا شي من كل اللي عملناه. هديك البنت اللي أخذت الورقة، أنا كنت السبب وراء قتل أبوها. تخيل، جاي عبالي روح سلم حالي. والله هالبنت كتير طيبة، قتلت أبوها لهالمسكينة بيوم من الأيام، وهلأ كمان عم برمي فيها للموت. والله اللي صار ما كان كتير منيح يا سيدي. الشغل ما كان منيح بنوب. امتى شرفت انت؟ هلا جيت سيدي. أعزائي المشاهدين، سوف نبث لكم الآن صوراً عن العسكري الذي اختطفته المنظمة والذي تبحث عنه قوات الجيش التركي. محمد، كما ترون هو بحالة جيدة. يا قلبي أنت وينك يا ابني؟ راي 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 راي. ما تفكر حالك خلصت، لساتك بأول الطريق. بكرة رح نروح على المعسكر، وهنيك رح تضل شهور لنشوف بقى أمك إذا فيها ترتاح.
لنشوف كيف رح يكون وضعه. يلا ضربني لشوف. محمد، هاي أنا بيسان. بيسان، تعي بيسان ادخلي. تعي تعي. ليكي ماما، هي هي بيسان. خليني بوس ايدك. انا خليني اعملكم شاي. جاي ما رح طول. ابني محمد، هالبنت مانا كردية، هالناس عاداتهم مختلفة عنا كتير. بعدين خالتك فاطمة فكرت فيك مشان بنتها. بس أنا بحب بيسان يا أمي. هيك صار. بعدين شو الفرق إذا كانت من ضيعتنا ولا لا؟ المهم إنه يكون الواحد إنسان ومحترم، والله بيشهد هالبنت كلها أدب وأخلاق. أمي، هالبنت مؤدبة ومحترمة وكنا ظريفة. حبيبتي لا تزعلي من أمي، بكرة بس تتعرف عليكي رح تحبك. بعدين ما في حدا يفرقنا عن بعض، بدنا نعيش سوا بيسان، بدنا نتزوج. إن شاء الله يا محمد، إن شاء الله. يا الله بيسان، قد إيه صرنا مفترقين؟ ما عم صدق إنك معون يا بيسان. انت إرهابية، كيف صرتي هون وكيف تركتي أهلك؟ لو متت، لو متت ألف موتة وما أجا هاليوم يا بيسان. انت كنت حبيبتي، عم تفهمي؟ المستقبل مات عنا، والأمل مات كمان. ما عاد في شي موجود بعقلي غير الانتقام يا محمد. انت هلا صرت عدوي يا عسكري. وقف على حيلك يا عسكري. انت مانك بوعيك يا بيسان. ممنوع تحكي بالمرة يا أسير، وغصباً عنك رح تلتزم. مو أنا الأسير هون صدقيني، أنت الأسير الأصلي يا بيسان. أنت قافلة قلبك ومسكرتيه وما عم تشوفي اللي عم يصير قدامك. حاجة، إذا قلت كلمة تانية رح أوصك فوراً وبدون ما يرف لي جفن. حرام، حرام عليكي. وقفوا، جينا لناخذ العسكري. قيموا لك، سندوا على الحيط. شو عم تساوي؟ انا رح خليك تلتقي بامك بدور يا عسكري. رح تستخدمي امي طعن؟ رح تعملي هي الخيانه كمان؟ امسكوه منيح لهالمجنون. وعك تلمسي امي، لا تستغلي امي، لا تعملي هيك بترجاكي. مستحيل، ما رح تقدري تخدعيها. امي ما رح تجي على الجبل، ما رح تجي. كلامك رفع لنا معنوياتنا كلنا. لا تتضايقي خالي،
نحن أقسمنا أنه ننقذ ابنك محمد، ما رح نرجع من دونه، هذا وعد. لا قولي ابني يا سيدي، مشان الله جيبه، ما بدي شيء تاني غير ابني. لا تضايقي حالك خالتي، بإذن الله رح يرجع، رفيقنا وغالي علينا، وبوعدك إني رجعه. أنا قلبي ضعيف يا سيدي، بعرف إني ما رح أتحمل، بدي أشوف ابني لآخر مرة، بترشاك بس مرة، بدي ضمه لحضني. يا خالتي أنت أم، قلبك مليان بالأمومة والحنان، أنت بحنيتك هي بتطفي النيران وبتشعليها، أنت مثال الأم الشجاعة. وبدنا دعواتك، كم فتنة انتهت بالبلد بسبب دعاء أمهات مثلك. إذا أنت انهزيتي وضعفتي، نحن رح نضعف. ليكي لازم هلأ تحطي كل الزعل على جنب، انت بس ادعي لنا ونحن رح نلاقيه، وبإذن الله رح نجيب لك اياه بخير. انفك عم ينزف يا اختي. يلا اختي قومي معي. تعال تفضلي تفضلي. ما تضري حالك هيك يا أختي، لا بقى تعملي هيك بحالك، قالوا لك رح يرجعوا لك ابنك بإذن الله. برأيي روحوا على البيت، الخالة لازم ترتاح. أي وبكرة بناخدها على المشفى. قول إن شاء الله. المرض هون يا سيدي، من دون ابني محمد ما بطيب، وهذا الجرح ما بقى يتسكر، وهذا الكسر ما بيترمم، ما حدا بيداويني إلا محمد ابني وبس. محمد محمد جيبولي محمد يا حبيب. محمد يا حبيب. يا مركز يا مركز، شو الأوضاع عندك؟ أمي محمد وضع ما منيح. الله يلعن الظالم. لك راح جن العمى، شو واطيين لك؟ كيف فيهم يعذبوا أمي بهالطريقة الوحشية هي؟ اصحى حالك، بالعصبية وبالعياط هاد الفتنة بتزداد أكتر. ترك الكلمات الفاضية هلأ، خليك سند لإلي، أنا بحاجتك جليل، فهمان علي؟ أنا بحاجتك. نحن كمان بشر وعنا مشاعر، وما منحسن نموت مشاعرنا، وهذا مزبوط، بس الحل ما بيكون بالعصبية والعياط. طلع على هدول الناس بالجبال، عقيدتهم هي الكره، إذا تواجه الغضب بالغضب والعصبية النهاية دائما بتكون بالأوجاع، والشي الوحيد يلي بيطفي الغضب والحقد الشفقة، وهي الشفقة خلقانة مع قلوبنا بالرجال يلي بتحكموا بقلبهم وبعقلهم كمان. هدفنا صعب بس ما مستحيل. يا رب يا رب أعطينا شوية صبر من عندك. اتركوني. خلصوا لك. لا تطولني يا عسكري. قوم. شو يا عسكري؟ كأنه جلدك عم بحكك كتير. روشان انت لا تتدخلي، يلا خدوه. ايه يلا اربطوا له عيونه. قلي كل شي بتعرفه، مشغول بالي كيفه أخي عزات. العساكر سلموا أخوك للمستشفى ليتعالج. يعني وضع أخي منيح؟ آه أخوك مات، ما لحقوا يعملوا له شي.
أم العسكري هداك ما حكيت مثل ما بدنا للتلفزيون، والخطة فشلت. المرة صعبة سيدي، بس رح نلاقي حل. هالوضع ماله محمول، إذا استمر هيك نحن رح نصفيك أنت وفريقك، والمنظمة بتقطع روسكن. اشتغل مثل الخلق. في عندي خطة جديدة، رح خلي العسكري يلتقي بأمه، والأخت بيسار رح تسجل هذا اللقاء. رح نجيب أم العسكري لهون سيدي، عم نشتغل على هالشي. لما يشوفوا العسكري مع أمه رح يتوضح للدنيا كلها شو هي نية المنظمة مرة تانية، ورح نفرجيهم إنه نحنا مو مجرمين، وإنه نحنا مقاتلين مشان الحرية. المستشارين الأوروبيين قالوا إنه هذا الموضوع مهم كتير، وإنه هنن كمان رح يقوا بهيك شغلات، وهيك رح يحاصروا الدولة بسهولة، ونحنا هيك بيجينا الرزق. إذا نجحت بمهمتك بتكون مكافأتك كبيرة، بس إذا ما نجحت بعد الحادثة الأخيرة ما في حدا ينقذك. فهمت علي؟ أنا بأمرك سيدي. خليكن جنب عمران. أمرك سيدي. أمرك سيدي. يلا نحن لازم نبلش دغري. لا تقلق عمران، ما رح نحسن نوقف إذا بلشنا بالمهمة. معك. أنا ما رح أنسى دم أخي لو شو ما صار. نحن لازم نضيعهم تماماً، رح نروح أضيع من طرق مختلفة. ماشي، والتواصل رح يتأمن باللاسلكي. شبكي، نحن بأمرك سيدي. خير إن شاء الله. ليش عم تطلعي فينا هيك؟ صاير لك شي؟ سمعت رح تسووا عملية، خدي مكان روشان هالمرة. أنت تعبانة بهي الفترة، لازم ترتاحي سوزان. المنظمة ما عطتني فرصة لأثبت نفسي من الأول. هون في فرصة للكل، ورجيني لشوف كيف رح تثبتي حالك. شكرا رفيق عمران. نزير. نعم. رح تروح على المكان اللي رح نهاجم فيه. ماشي سيدي. ولما بعطيكن أمر رح تهجم على المخفر، ولما بتصير مشكلة رح ناخد أم العسكري ونطلع. كل هالقد سهل نطلع أمه للعسكري من الضيعة؟ سهلة، رح تجي راكعة على رجليها. طيب كيف رح نقرب لجنب المرة؟ صعبة، أكيد أمه رح تكون تحت حماية العساكر. لأنه مو نحن اللي رايحين. لك مين اللي رايح؟ ليلى. يا الله، مصيبة مصيبة. شو هاد؟ انت دمرتينا دمرتينا. هاتي لنشوف كيف بدنا نطلع من هالقصة. ها؟ أنا شو عملت عمي؟ عطيتها الورقة وما قرتها. وقعتينا بمصيبة، كل هاد سببه الست ليلى. الله لي وفقك يا رب. المرة ما قرت الورقة، شو ذنبها بنتي ليلى؟ ما قرت الورقة، البنت ما لها ذنب، اتركونا بحالنا بقى. ماشي بلقيس خانم، رح قول للمنظمة تترك ليلى بحالها بقى، يا أما ببعتكم كلكم لجهنم اللي تحرقكم. أوف يا ليلى، ما راحت باسم المنظمة اللي عندها؟ أه؟ إيه. والمرة سمعت كلمة المنظمة؟ لا. بنتي فكرك مين رح يحاسبه هلأ؟ أنا ما في غيري، رح يهاجموا البيت ويحاسبوني أنا. والله هنني بيعملوها. انت رحت فيها يا نزار. اخ يا راسي، اخ على هالمصيبه. ولا يهمك عمي، اذا في شيء انا المسؤوله، والمنظمه ما بتاذيك. كانه القصه بس قصه منظمه يا قليله التفكير، وكانه ام العسكري ما راح تحكي للضابط. ها وضع الخالد دور منيح، وكل يوم عم يسوء وضع اكثر واكثر. ديروا بالكم على الخال منيح، بعد حادثة لقاء التلفزيون ما رح يتركوها بحالها. عوني مسقر واحد. عرفتوا شي من جاب هديك الورقة من المنظمة؟ الخالة وضع ما بيسمح تحكي، بس رح جرب. دور على الفاعل. بأمرك سقر واحد. خد. ياسمين ليش ما نمتي لهلأ؟ أنا خايفة كتير أختي، ما أجاني نوم. لا تبكي أختي، إذا ساوالك شي عمو نزار أنا بقول للضابط هو بينقذك منه. إن شاء الله بينقذنا ياسمين. يلا روحي ونامي هلأ. سردار رح يفكرني من المنظمة.
رح يصدقني. المنظار صقر واحد. في ناس عم تمشي وين باستقامة 9-12؟ ماشي يا صقر ثلاثة. هات اعطيني. كأنهم قرويين مظبوط؟ بهالوقت القروي ما بيتواجد هون سيدي. صقر واحد بيلقي نظرة شاهين؟ أنا جاهز سيدي. ما رح نطلق نار صقر ثلاثة. هدول إرهابيين صقر واحد. ما أنا متأكدين جليل. ما حدا رح يطلق ولا رصاصة، فهمت علي؟ أنا بأمرك. أنتوا انزلوا من الطرف اليساري وخذوا حذركم من الجايين. تحققوا منيح من هوياتكم. حاضر صقر واحد. نحن رح نتأكد من هويات الجايين ونبعث لكم خبر. رح ننزل لتحت يا شباب. ادخل سيدي، في عندكم ضيوف. تفضلوا. مرحبا. اهلا وسهلا فيكم. خالب دور، ما قلت لكم انا بيجي؟ ليش عذبتوا حالكم واجيتوا؟ ها؟ قلت له يا سيدي بس ما في مين يسمعني. في أخبار عن محمد سيدي؟ خالتي، بعرف إنك تعبانة بس لازم نعرف مين اللي جاب لك الورقة اللي إلها علاقة بمحمد. جيبوا لي كاسة مي نشفان ريقي. عسكري مي. أنا انتهيت. مشان الله طول بالك يا نزار. أنت خرسي. نزار خرسي. اتركها نزار. لا تعمل كله بسببك أنت. لا لا تضرب على أختي حرام. بنت ما لزم نزار. خلصنا. لا تتدخلي، خلي عني. اسمعيني، لما بيسألوك شي ما بتجيبي سيرتي، فهمتي؟ لا للمنظمة ولا للعساكر، مفهوم وليه؟ جاوبيني وليه؟ فهمتي علي؟ لا تخاف عمي، ما رح دخلك بشي. بالله ليك شو عم تحكي؟ من شو بدي خاف يا بنت؟ من شو قليلي؟ انت عملتيها وانت بتحليها. ماشي عمي. او انت ليه؟ عطيني طاقيتي. خلي خلي لجوا. يلا يلا لجوا. يا ريت فيك الفائدة قد هاي العمى. يلا امشي. كله امشي. بسببك انت. فوتي لجوا. كله بسببك نزار. رسي ليه؟ وقفوا، استسلموا فورا، محاصرين من كل الجهات. وقفوا بمكانكم وارفعوا ايديكم لفوق، ما عندكم مخرج من هون. سوزان سوزان وقفوا، انا مستسلمه. وقفوا. في شيء غريب عم بيصير يا صقر واحد. واحد استسلم واثنين تخبوه. شفت جليل؟ لا حدا يطلق نار. ماشي. تكرم عينك سيد الضابط. وقفوا، انا مستسلمه. لا تقوصوا، لا تقوصوا علي. انا بعرف مكان هذاك العسكري. وقفوا لا تقوصوا. بعرف مكان العسكري محمد اللي انقتل. ان شاء الله لا تعلي. العسكري موجود بالجبل وحاطينه بالمغاره. سوزان اخرسي. انت جنيتي يعني سوزان؟ المنظمه قتلت لي اخي. احميني بيسان. ماشي. بدي اخذ بسعر اخي. انقلع من وشي. لك شو صار لهم هدول؟ يلا بيسان. يلا.
أنا بعرف مكان العسكري. وينه محمد؟ قولي فورا. سيدي احكي وين مكان العسكري؟ وين مخبين محمد؟ بالجبل، بالمغارة اللي براس الجبل، هو هنيك. يلا نروح سيدي. لوين راحوا اللي كانوا معك؟ ليش لبسوا مثل أهل الضيعة؟ لأنه رايحين عليها. ليش راحوا لهنيك؟ شو راح يعملوا بالضيعة؟ ناويين يخطفوا أمه للعسكري سيدي. على شو ناويين هالأغبياء؟ بدهم يخلوا العسكري يلتقي مع أمه بالجبل. عم اسمعك رفيق عمران. العساكر حاصرونا من كل جهة، سوزان خانتنا فاضطرينا نقتلها. يعني ماتت الخاينة؟ رميتها بالوادي، ما ضل منا شيء. ايه هيك احسن. مي مي. خودي عسكر لك مي. اعطيني. ما قلت لكم ما حدا بيعطي للعسكري شيء من دون ما يخبرني؟ شو ما بتفهم انت؟ ما رح عيدها مرة تانية دكتور. امشي ولك امشي. أعطيني شو مي. صار دكتور؟ شوفي هاد الغبي، ألف أمان جايب مي ليشرب العسكري. يا عسكري، أنت عطشان بدك مي ها؟ بدك مي يا حلو؟ مي. بدك تشرب؟ روشان هوب. أول شي لازم نعالج جروحك يا عسكري. مي مي. ما سمعتوا يعني؟ أول شي الجرح. قرب لنشوف شو وضعك. هات مي مي. عطشان كتير يا عسكري، كأنه بدك مي كتير. ايه مي مي. طلع فيني، إذا قلت لي من قلبك إلا إنك ندمان لأنك خدمت بالجيش التركي، بلكي ساعدك تروي عطشك وتروي حلقك شوي. ها؟ ما بدي